The 5th China International Import Expo, set to be held in early November in China's economic hub Shanghai, is in the final preparation stage. Mustafa Ibrahim, a business professional in Egypt, has said the expo showcases China's commitment to further opening up its massive market for shared growth. فبيجي في وقت صعب لكل الاقتصاديات فطبعا ده يحسب للصين ان مع كل التحديات الموجوده دي فهي ادركت كده ومع ذلك مستمره في ان هي تعمل المعرض في الوقت ده المعرض بيهم مصدرين كتير لان سوق الصين ده مليار وتقريبا ونص مليار و350 يعني ممكن يكون حوالي 20% من عدد سكان الكره الارضيه فطبعا ده مؤتمر مهم بيهم فيه المصنع ويهتم بيه التاجر وبيهتم بيه سوق الصين نفسه ده أول مرة على في العالم بيدعم فكرة الاستيراد للدولة لأن ده تملي الناس بتشوفه عكس اتجاهات أي دولة لأن دولة تملي بتعظم من مواردها من النقد الأجنبي وبتحاول تقلل من الاستيراد لكن الصين عملت عكس كده وقالت للعالم إن أنا بلد منفتح فطبعا ما فيش شك إن دي فكرة مميزة غير مسبوقة وأعتقد كانت نتائجها إيجابية جدا مع الناس اللي فتحت أسواق ومن ضمنها مصر فتحت أسواق في المنسوجات في بعض الصناعات في الملابس الجاهزة في البلح في البرتقال فكانت فرصة كويسة جدا إن احنا ننفتح على السوق الصيني ونتعامل معه. Ibrahim further points out that China has achieved a positive growth rate despite the impact of the COVID-19 pandemic, showing the solidity of the Chinese economy against the economic crisis. ثلاث سنين اللي فاتوا كل الاقتصادات قبل التحديات والصين نفسها قبل التحديات كبيره جدا واجهتها حصل لخبطه في بسبب الكوفيد في كل وسائل الامداد ومن ضمنها طبعا وعلى راسها الصين وهي تعاملت بشده وبحذر شديد مع الكوفيد طبعا ده اثر على انتاجها اثر على معدلات النمو عندها لكن كانت من ضمن الدول القليله جدا الفتره اللي فاتت اللي كان عندها معدل نمو بالايجاب اغلب الاقتصاديات في العالم كان معدل النمو بتاعها في خلال السنوات السابقه فتره كوفيد كان بالسالب مدى صلابته في مواجهه الازمات لانه الاقتصاديات والبنوك المركزيه عاده يتم تجربتها في الازمات وتعرف مدى صلابه اقتصادها ومدى قدره البنوك المركزيه بتاعتها على التعامل مع اي ازمه تواجهها وطبعا ما فيش شك ان الصين نجحت نجاح باهر في الفتره